لطيفة النهاردة كانت عزمة كرونة في سنة كله على فطير وعسل وجبنة. فين الجبنة؟ فين الجبنة؟ فين العسل؟ فين القشطة؟ فين الزبدة؟ طب أنا هاكل كل فطير لوحدي. لا زيكم عامل ايه؟ ريحته حلوة قوي. عسل يا زين. روح روح عشان ممكن يضيق. ممكن عشان بقية الناس يلا بقى لطيفة يلا نشكرك على كتير. اقعد بقى كل معانا يلا يلا يا عموري. الجبنه الصفرا حلو قوي. جبنه بيضه. ميرسي على اكله الفطيره الرائعه. هلا والشفا. تعيش الاكلينا. ايوه برازينا. ايوه ايوه. دي رقصه الفطير. رقصه الفطير رقصه الجبنه وكده. العافية والخير والسلام على جمهورنا الغالي، جمهور برنامجنا برنامج نفسنا. وطبعا مش هنعيد ونزيد ان برنامجنا اهم برنامج في العالم كله وعلى كوكب الارض كله، لان خلاص ده بقى امر مفروغ منه. المهم ان انتم متابعينا، المهم ان انتم مشرفينا على طول وقاعدين قدام التلفزيون بتستنونا، وده في حد ذاته شرف كبير قوي لينا. وبرحب بكل الناس اللي معانا في الاستوديو وبزميلاتي والناس اللي ورا الكاميرا والناس اللي في الكنترول والعامل البوفيه، كل الناس اللي موجودة برحب بيهم، عشان الناس دي اللي احنا بناخد منهم الباور، بناخد منهم الطاقة الإيجابية الجميلة بابتسامتهم الجميلة اللي على وشهم، عشان كده بنعمل لكم حلقة حلوة قوي. ومواضيعنا طبعا شيقة وبتعجبكم، وأنا عارفة من خلال تعليقاتكم إنها بتعجبكم. وموضوعنا النهاردة مميز شوية وعايزين الكل يركز معنا فيه. الموضوع هو إزاي تعرف إن مديرك بيكرهك والعياذ بالله. تعرف منين بقى وانت داخل كده للوهلة الأولى، راجل موظف لسه في بداية حياتك العملية، وتخش على الراجل ده فجأة تلاقيه يا ساتر دولاب قاعد على الكرسي، أعوذ بالله، في إيه؟ مفيش كيمياء بينك وبينه من الوهلة الأولى، مفيش استلطاف، مفيش استقبال حلو منه، مفيش ابتسامة على وشه. طب إيه الراجل ده؟ يعني أنا من أول لقطة كده معاه فلات، طب هكمل معاه إزاي؟ المداخل بتاعته زرايره فين؟ ده وشه يقطع الخميرة من البيت، وأنا بجيله كل يوم وهقابله، اتفرض عليا، ودي أول استباحة، يعني صباح الخير له. فربنا يستر بقى، تعالوا نشوف هنتعامل مع الراجل الجبلة ده إزاي. تعرف منين إن مديرك ما بيحبكش؟ عامة المدير هو اللي بيوزع الشغل على التيم بتاعه، بيدي الشغل المفروض بالتساوي للتيم بتاعه. ما تفرحش قوي
لو لقيت مديرك ما بيديلكش اي مهام، ما تفرحش قوي انه مريحك، ما تفرحش قوي انه يعني سايبك كده ما بتعملش حاجه، دي مش حاجه حلوه ودي مش علامه حلوه، دي علامه وحشه. لانه مديرك المفروض لو مقتنع بيك وشايفك بتشتغل كويس وشايف ان في جاي هيجي منك زي ما بيقولوا، هتلاقيه بيديك مهام ومهام مهمه ومهام صعبه ومهام تقيله، وهو بيديك المهام دي يقول لك بس ايه يعني ما تخذلنيش، انا واثق ان انت هتقدر تعمل ده. لكن لما مديرك يبقى ما بيديلكش اي حاجه وموزع الشغل على بقيه التيم وانت قاعد طول النهار تشرب قهوه وشاي وما بتعملش حاجه، دي مش حاجه تسعد، لان ده معناه ان انت مش مهم في الفريق، ان انت مش فعال في التيم، وان انت ممكن تاخد استماره سته في اي وقت وهيبقى له حق لان انت قاعد ما بتعملش حاجه. بس هو في الحقيقه هو ما بيخليكش تعمل حاجه عشان وقت ما يعوز يمشيك يعرف يمشيك. تعرف من ده ان مديرك مش بيحبك. من الحاجات برضو اللي تعرف منها ان مديرك مش بيحبك خالص انه يكلفك بحاجات مش واضحه. يعني مثلا لو سمحت يا احمد هات لي الفايل بتاع شركه المواتير، فبكل سلاسه ترد تقول حاضر وتروح تدور على الفايل ده عشان تبين له قد ايه انت تمام واكتف جدا وبتنفذ. تروح تجيب الفايل انت مش عارف هو فين، مش عارف انهي شركه مواتير هو محدد لكش، اذا هو اداك اوردر بس من اجل ان هو يتعبك مش عشان تفيده او تعمل حاجه. لما ده يحصل معاك وتلاقيه بيضللك او ما بيقولكش المعلومه بالظبط تحديد، مش محدد طلباته ايه، اعرف ان مديرك بيكرهك وبيرقد لك. من الاخر من الحاجات كمان اللي تدي لك احساس ان مديرك بيكرهك إن هو احنا دخلنا عزا، دول جايين من العزا، ده احنا في عمر مكرم. ما عشان المدير اللي بيكرهني. مديري بيكرهني؟ مين مديرك اللي بيكرهك؟ هو عرفت اللي بيديني احساس ان انا البطه السوداء. عشان كده لبستي له اسود. ايوان وانت لابسه أيوان. اسود. انا تضامنا مع اختي البطه السوداء بتضامن معي. ايوان مديري اللي بيكرهني. خلاص كل ما اجي اعمل حاجه يقول لي انت غلطانه، اقول له اصل، يقول لي مفيش اصل. تسمعش. لو سمحت عايز افهم حضرتك ان انا يعني كنت لازم تقول لي اعمل ايه او ما اعملش ايه، يعني اسمع اعذاري، مفيش اعذار، انت غلطانه يعني غلطانه، انت هتاخدي خلص وتجي لكم على الغدا. مش عايزه انذار، انا مش عايزه، انا مقدم اعذار على طول. الاعذار انت قاعده المدير فوق على طول، الاعذار مرفوضه كده. اوعى تعمل علينا بيبي. والله لو طول. عمل علينا هنتكسي. اعمل محتاجين نغير الاسود. هو ده عصفور. على طول مش طايقني، على طول مديني احساس ان انا. مين اللي مش طايقك؟ المدير. سيبيه. قولي يا ربنا. اعمل ايه يعني؟ سيبيه ما تروحلوش. ما تروحلوش؟ ايه اللي بيوديكي له؟ لو ما تلعيش افرجي خلاك تجيبي الملف وترميه تحت المكتب. وطي هاتيه. يخلصك توطي تجيبي، مش هتوطي ده. لا بس بجد والله يعني لو اللي حواليك تجاهلوك او المدير تعمد ان هو يتجاهلك، يا انت كده قبضك شغال والدنيا تمام وخلصي شغلك، التزمي في مواعيدك وروحي شغلك في ميعادك، روحي في ميعادك واعملي اللي عليك عشان ما يقدرش يمسك عليكي غلطه. الرمه ده حلوه الرمه ده، مش عارف وماله الصباع ده بالرمه، مش عارف. لا 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 لا, لا. في حاجه اسمها مناخ الشغل. انا رايحه اشتغل عشان انا انسانه وليا وجود، لما انا احس وجودك متوقف عليا يا لطيف. لا خدي بالك، مش هو المدير بتاعي. لو المدير بتاعك مش حبك ومش قابلك هيخلي كل حواليه ما يحبوكيش، لان هو برضو بيصدر الاحساس ده للي حواليه. يعني كل التيم بتاعه هيمشي على عومه او هيقوم على عومه لو حاس المدير ده بيحبك وبيستقبلك كويس ومعتقد مؤمن بيكي وشايفك عندك بوتنشل، هتلاقي كل التيم بيحترمك والعكس صحيح. طيب تعالوا نطلع نشوف تقرير الناس رايها ايه في الموضوع ده في الشارع ونرجع تاني. اوعوا تروحوا في اي حته. اخبار الشولدر ايه؟ شفتك على طول رحتي مسقطه الشولدر. شفت قالت لك مش هصور الاول. شفت لقيت الموضوع فيه اضاءه وفيها. طب انا ممكن اجي معاكم بعد اذنكم نقعد نتعلم؟ مش كفايه جون ترافولتا واقف قدامي؟ انا والله معاهم الاول. تعال بس تعال. والله معاهم الاول. تحب تسمع ايه معايا؟ بسمع ايه معاك؟ اغنيه يعني؟ اغنيه. هسمعك ايه؟ هسمعك الرعد. ليه زمان ما سبتناش ابريا؟ يا زمان ما سبتناش ابريا تيرارم تيرارم. تعرفي منين ان المدير بتاعك بيكرهك؟ اكيد لما اثر في الشغل يعني هيكرهك.
لما الاقيه مش موافق على يديني اجازات ينزلني في مواعيد انا عايزها، يقرفني في المواعيد، يغير الشفتات بتاعتي، ما يخلينيش امشي. اكيد. بص الصراحه لما اروح متاخر وما يعملش حاجه فاعرف ان هو ناوي على حاجه وحشه. بيركن ده بقى بيحوش. ولازم هو هو الصح. حتى لو انا غلط. حتى لو انت غلط هو الصح. يا ابني ركز يا ابني، انك كده مديره ويا اختي ومانجر وبتاع، امتى تكرهي الموظف بتاعك؟ لما الاقيه بص كده بيتجمع هو والناس اللي شغاله مثلا عايزين بيتكلموا مثلا، احس ان هو بيتكلموا عليا. اكيد. طول ما انت ماشي بقى ايه يرازي فيك، فاهم؟ خد ياض يا بولا انا. فاهم. اكيد. في ناس بقى بتبقى من جوه مش لطيفه، في نفسنا. طبعا. تلاقي مدير من نفسه كده، يلاقيك مثلا لبسه كويس تزعم تجاه الشغل ولا جاي الكباريه. والمدير كان بيتحرش بيكي؟ اكيد. كان بيتحرش؟ اكيد. الكلب. ما انت برضو يعني يا سوسو ما ينفعش تخش للراجل كده الشغل بالشغل. لا ما كنتش كده والله، كنت بلبس لبس فورمال. اكيد اكيد. لو تقول لي اكيد اكيد. بيتخصم لي يا اما مثلا ما باخدش اجازه لما مثلا يبدا ما يدينيش شغل. لما ما يديكيش الشغل يبقى عايز يمشيك من الشغل. طبعا، لان بعد كده هيبدا يعمل فيا كومبلين فهيطير. دي مش شغاله. لما اروح له متاخر مثلا يقفلني على طول كده اول يوم. جوز ام بالظبط. لو مديرك وجوز ام بنفس الوقت. لما بتخصمي كده بتحس بايه للناس؟ مش بحس والله، بس هو لازم. ما اكيد ما بتحسيش انت، لو بتحس الجنيه بيجي ازاي تخصمي؟ لما تلاقيه مكشر في وشك. ما هو لازم يكشر بالمنظر بتاع اهلك ده. اعرف ان هو بيكرهني لما اعمل حاجه هي ما سيبك من البنت اللي عدت وتركز، مديرك هيكرهك امتى؟ يا ابني وانا بسالك سؤال، امتحانات مديرك هيكرهني امتى؟ لما انت عايز تخش حمام؟ تمام. طب خش. طبعا ما عنديش مدير. هجيب لك منديل ولا حاجه؟ بدون تعليق على الشخص الاخير، يعني مش عايزين نعلق، بس ساعات كتير فعلا في بنت قالت حاجه لذيذه، انه ساعات المدير بيغير من اللي شغالين تحت ايده. يعني لو لقى مثلا شاب بيلبس كويس، شكله كويس، شكله ابن ناس وكده، تلاقيه بقى عنده عقد نقص بتطلع في شكل غيره وكراهيه للشاب ده لمرقوصه، مع انه ممكن يكون كويس جدا لكن بيكرهه لمجرد غيره راجل لراجل او ست لست على فكره. والمديرة الست بتبقى مديرة صعبة قوي قوي قوي. باي ذا واي، نطلع نشوف سؤال الجمهور ونرجع. لو انت مديرة وبتكرهي موظف عندك، هتعمليه بالحسنة ولا هتعملي معاه الجلاشة؟ هرفضه، مش هقعد اضايقه. لا هرفضه، انا مش هيتبش عاجبني. ولا هتعمليه بحسنة ولا هتعملي معاه الجلاشة لو بتكرهيه؟ مش هعمل معاه، اصل بيوس مش يعني مش هديله كده ضرب من تحت الحزام وضايقه من تحت لتحت. انا شايفة ان انت غير كفء، او انا مش مرتاحة لك لله في الله، ماشيك هجيب لك يعني فرصه شغل في مكان تاني، لكن مش هحطك قدامي مره واحده كده. شوف ايه ده اللي كله على الكيف وعلى المزاج. لا معلش، هي الجلاشه ونخلص. الجلاشه دي الجلاشه واجي اقطع واديكي حته. لا انا حلو ولا حاجه، هو لطيف في الحالتين. انتوا تحبوا ايه؟ لا انا مش نطلع فاصل. ارد بس ممكن ارد ولا انت مش عايزاني ارد؟ لا ردي. لا انا مش همشيه ومش هضايقه، لان احنا مش جايين نحب ونكره بعض بصراحه، احنا جايين نشتغل. فطالما جايين نشتغل يبقى نسيب المشاعر دي على جنب. طول ما انت بتعمل شغلك كويس وانا بعمل شغلي كويس وفي بينا احترام والتزام، يبقى انت تشتغل غصب عن عيني. لو انا على المستوى الشخصي مش قابلك، انا ليا عندك شغل وانت ليك عندي شغل، فول ستوب. لكن نمشي بعض ونجيب بعض ونقطع عيش بعض عشان مش على مزاج بعض، ده تبقى هزلت ويبقى فيه كده خراب كبير. نطلع فاصل ونرجع تاني. اتفضلوا بقى اقول لكم ازاي تعرف ان مديرك بيكرهك. ليه عليك؟ ليه كده؟ ليه الاحباط ده؟ ليه؟ كلمه الحلوه صدقه يا راجل. طب انا اكره رغيت لي، انا اسفه. خلاص ازاي تعرفي ان مديرك بيكرهك؟ لا اله الا الله. ليه اكتر؟ ان هو رجعنا لكم مع المدير اللي بيكره. ويا ويلك تيجي داخل عليه، عملت انجاز ولا بعت بيعه كبيره ولا صفقه حلوه، وداخل بقى حضرتك انا عملته ايه المشكله؟ يعني عادي، ده شغلك. مش شغلك؟ هو انت كنت عايز تفشل؟ ما هو انت لو كنت فشلت
ما هو ما كانش هيبقى امر طبيعي، ما انت لازم تنجح. وبعدين ده اي موظف كان ممكن يعمل. خي عليك ليه كده؟ ليه الاحباط ده؟ ليه؟ كلمة الحلوة صدقة يا راجل، بس هنقول ايه؟ ما هو بيكره. كلمة ميرسي بتهد جبال، شكرا تهد جبال، بالعكس بتدي حافز للموظف ان هو يشتغل اكتر. لا هي مش طبعاً. كلمة شكرا، كلمة برافو، كلمة جود جوب، كلمة جود جوب. اتفضلوا بقى اقول لكم ازاي تعرف ان مديرك بيكرهك. نقطة من النقط المهمة جدا، اما يعاملك بتجاهل. انا ممكن اتحمل ان واحد يتخانق معايا، نختلف مع بعض في وجهات النظر، او حتى يخصم لي، يقول لي انت ما عملتش شغلك، انت مش مركز، انت عملت غلطه، انت فيخصم لي. انا متحمل ده، بس يتجاهلني انه طول الوقت انا مش موجود، انا هوا، انا شفاف، يتعامل بـ 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 باهتمام مع بقيه زمايلي وانا الوحيد اللي. وده كمان تكمله انه ما بيدينيش شغل، ما هم هو لما ما يدينيش شغل ده برضو نوع من انواع التجاهل، فما بيدينيش شغل، وبالتالي ما بخشلوش عشان اوري له شغلي، وبالتالي ما بيعلقش على شغلي، وبالتالي ما فيش اي حاجه تجمعني بيني وبينه، لان احنا اللي بيننا شغل. فالتجاهل ده اكتر حاجه توريك ان انت مش نازل من زور مديرك. في انواع مديرين بجد بيبقوا قصدين الاذى للشخص اللي تحتهم، قصدين ان هم يضروه، الناس اللي ما عندهاش رحمه، ما عندهاش قلب. المديرين دول اللي هم بيشوفوك بعينيهم بالظبط ماشي في الطريق الغلط او بتغلط، وما بيحذركش، ما بيقولكش خلي بالك انت قدام هتلاقي كذا، خلي بالك انا بقولك من دلوقتي اهو علشان ما تلبسش في غلط. ف تعرف ان مديرك بيكرهك لما يعمل كده بالظبط، لما تبص تلاقيه ان هو عادي سايبك انت ماشي شاطح في الحياه، وهو تمام الموضوع بالنسبه له، يعني نايس جدا، وما بيقولكش اي كومنت، اعرف ساعتها ان الراجل ده بيكرهك لانه ما بينصحكش. طبعا صح. في كمان نقطه الاحراج، يعني ايه مدير بيكرهك؟ احنا بنبقى واكلين نفسنا وبنتكلم بعنف. بص هي يلا ازاي تعرفي ان مديرك بيكرهك؟ لا اله الا الله. ازاي اكتر تنزلي اكتر؟ نعم. بيحرق هو كده بيكرهك؟ ده كده بيكرهك وتأكدين؟ مش عايز يعني بتعشو سوا؟ بيعملك البطة السوداء. لا انا بيعملني على اني الوزة الحمراء مش البطة السوداء. لا لا البطة السوداء، لا 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 بطة السوداء، واحنا عايزين كده لازم يحرجك. انا بطة موف. خلاص زي بالظبط انا وانت عايزين نتكلم. خلاص والكاميرا علينا وندى بتحرجني بنظرتها. ليه مثلا؟ تعالوا لها خدوها نظرتك نارية. والله لا فعلا في مديرين وحشين جدا جدا بيكرهوا الموظفين بتوعهم. مش كنت مديرة في يوم من الايام؟ انا بس ما كنتش بحرج على فكرة بجد، وشي يطلع نار وعيني تبرق وتحمر، لكن ما احرجوش قدام الناس خالص. خالص طبعا مديرك بيكرهك يعني لازم يحرجك قدام الناس. طيب نطلع نشوف تقرير علاء في الشارع ونرجع تاني. ايه ده عامله ايه؟ ازيك عامل ايه؟ انت كويسه؟ مالك مدلدله ايدك ليه؟ مش عارفه حاسه براحه كده يعني في تزمير بس اسواها بارد. موضوع حلقتنا النهارده ميده، بنتكلم عن ازاي تعرفي ان مديرك بيكرهك في الشغل. هو طبيعي بيكرهني اصلا. ليه بقى؟ عشان بياخد بتاخدي منه فلوس ولا عشان؟ اكيد عشان باخد منه فلوس. طبعا. صح. انت مرفوض يا محمد ولا شكلك طب واحنا لحقناك بعد الرفض على طول؟ والله يعني انا بقالي بتاع حوالي اسبوع كده مثلا. طب بتحس ازاي؟ التصرفات بتبقى عامله ازاي؟ هو 24 ساعه بيزعق تقريبا. هو كارهني، هو كارهنا كلنا الحمد لله، كل الكاست اللي معاه. هو كاره نفسه اصلا. هو بيبان اصلا من نظرته ليا ولا من شكله اصلا كده، هو كارهني. طب ايه اللي مصبرك على كده؟ اكل العيش مر. لو انت عملت مشكله وهو عارف ان انت عملت مشكله ولقيته تاني يوم بيتعامل معاك بابتسامه عادي، تبقى خايف منه؟ بحس ان هو ناويلي على مصيبه سوداء. يعني هيولع فيكي بالظبط يعني. بتخاف؟ اهو طبعا. احسن هيواجهك يقول لك انت عملتي كده كده. طبعا احسن من اللي يبقى اسمه دي جواكي. بدل ما يقول لك ازيك عامله ايه وتلاقي بصات. فانا بقى ايه، بفضل بقى متردد اعمل ايه دلوقتي؟ طب عامله انا ازاي؟ ما بتحاولش تروح تقول له انت زعلان مني في حاجه؟ لا طبعا انا مالي بيه. لو باقيه بقى على شغلك بقى وانت وعايزه ترضيه بقى هتقولي له ايه بقى؟
اقول له مساء الخير يا عسل. مساء الخير يا عسل، انت شغاله في نايت؟ مساء الخير يا ماسكين كمان اللي بينك هنا. انا كده كده مش هشتغل تاني ولا مش عايز اشتغل تاني خالص. لا عايز لا مدير ولا اداره فولس. ولا حد يتنطط عليا ولا تنطط على حد. نفسك بقى صباح الفل يا حمو، مساء الفل يا حمو، مع نفسك. انا ماشي دلوقتي يا حمو. ده احسن حاجه والله. صح. طيب يا جماعه، يعني عايزه اقول لكم حاجه، لكل موظف غلبان تعبان شقيان مطحون في وظيفته، لازم تحاول قبل ما تستسلم ان انت تخلي مديرك يتقبلك. مش لازم يحبك ويموت في دباديبك، بس يتقبلك حتى على المستوى العملي والمستوى الانساني، بعيد خالص عن اي حاجه تانية. يتقبلك ويحترمك ويثق في قدراتك في وظيفتك. حاولت مره واثنين وعشرة وما قدرتش، اعرف انه اللي محبكش مش هيحبك، واللي مش متقبلك مش هيتقبلك، واللي بيكرهك بعد المحاولات الطويله وفضل يكرهك يبقى هيفضل طول عمره يكرهك. فهو هيمشيك كده كده طالما هو حطك في دماغه، فبكرامتك تمشي وتدور على شغل تاني احسن ما تلاقي نفسك مره واحده مطرود وفي البيت. وانا انصحك يعني ان انت وانت عارف ان مديرك بيكرهك تبدا تدور على شغل تاني، عشان ما يبقاش في الفتره الانتقاليه بتاعت ما بين مديرك ما يرفدك وما بين انت ما تلاقي شغل فتبقى قاعد في البيت. حضر نفسك واعمل بلان بي كده عشان انت ماشي ماشي من الشركه دي. نطلع فاصل. مش حلو ده، مش حلو يا هيزه. ليه؟ لا افرضي ان هو ما عندوش امكانيه ان هو يلاقي شغل في حته تانية. لا انا بقول قبل ما تمشي تبدا تدور، لان مديرك غالبا ايفنتشولي هيطردك. يعني لو احنا بنتكلم على المدير السخيف ده اللي هو ممكن يكره موظف ما يعرفوش ويمشيه من الشغل لمجرد انه مش على مزاجه، يبقى اذا ايفنتشولي المدير ده ممكن يمشيه. فمين وايل بقى من هنا لغايه اما يمشيك، طالما حاولت كل المحاولات وفشلت لازم يبقى مأمن نفسك. لازم تأمن نفسك، تحاول تدور على وظيفه تانية. والله لقيت خير وبركه، ما لقيتش بديك قاعد خلاص، هتعمل ايه لغايه اما هو برده هيمشيك. نطلع فاصل نرجع نكمل مع فقره الضيف. استنوا، ضيفنا النهارده شاب لطيف جدا، صوته حلو قوي قوي قوي، بيحب قوي الغنى الطربي. شعرك احلى من شعري؟ لا صوته احلى من صوتك ده اكيد. سمعنا لما نشوف، يمكن ارضى عنك. ما هو برضو ده يقلق، خد بالك انت عمال تدي نظرات لندى واحنا قاعدين يعني. وصلنا لفقرة الضيف. ضيفنا النهارده شاب لطيف جدا، صوته حلو قوي قوي قوي، بيحب قوي الغنى الطربي. هنقعد معاه ونتسلطن كده ويسلطننا باغاني حلوه. معانا النهارده علاء فؤاد. مساء الخير، انا علاء فؤاد، ضيف النهارده في برنامج نفسنا. اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم. برنامج نفسنا برنامج خفيف، يعني عمل فيو كتير جدا، ناس كتير جدا، فئه كبيره من الناس بتتفرج عليه، أسر كتير جدا بتحب تتفرج عليه وتشوفه، لأنه في مواقف كتير بتدور قريبة جدا للناس. إن نفسنات في برنامج نفسنا صراحة ما شفتش زيهم. دمهم خفيف، بياخدوا الحلقة في إطار كوميدي جدا الناس بتحبه، والنفسنة دي في حد ذاتها هم يعني لاعبينه بدور يعني الناس قبلها جدا وحابينه. وانا شايف ان هم بي يعني ممكن يكون بنفسهم على بعض في الحلقه، ولكن هم برضو في نفس الوقت هم حبايب في الاخر يعني. اهلا يا لولو. موضوع كبير. أوي. عامله ايه؟ انت قلقان ولا ايه؟ لا لا خالص، انا جاي عارف ان انا هيتنفسن عليا، وعارف ان هتنفسن عليك ليه يا اخوي؟ لا لا لا، شعرك احلى من شعري؟ لا صوته احلى من صوتك. ده اكيد. سمعنا لما نشوف، يمكن ارضى عنك. طيب علاء قول لي، استفدت ايه من مشوار ذا فويس؟ ايه الحاجات الكويسه اللي خدتها وايه الحاجات اللي ما اتبسطتش بيها؟ مشوار ذا فويس ناس كتير تتمناه، يعني هو بيعمل قاعده جماهيريه حلوه جدا للمطرب في وقت قليل جدا، يعني بعكس مشوار المطربين اللي على الساحه دلوقتي. يعني هم كانوا ما عندهمش الفرصه دي، ولكن في ظل يعني الفتره دي ظهرت البرامج، فكل الناس بتحب تخش برنامج المواهب عشان تشتهر بسرعه جدا، وده عنده سلبيات برضو يعني. المهم انا ما كنتش شايف سلبيات. لا ما احنا عايزين نعرف السلبيات. ما احنا هنشوف الاجابات الاول. الاجابات ان هي اوريدي بتخش على جمهور كبير قوي، جمهور العالم العربي، فئات كتير جدا بتسمعك،
الحمد لله ان انا توفقت ان انا اكون من ضمن ال 120 اتقدموا مش 120 الف اتقبلوا استمارة اشتراك، وبعد كده بيفضل 120 بس جوه ذا فويس. يعني واحد على الالف بالظبط. فده تم تصنيفنا على مدار اختبارات كتير بتتم عن طريق التليفون والانترنت كاستمارة اشتراك. فتفلترنا كلنا وبقينا 120 واحد بس في ذا فويس سيزون 2. ده في حد ذاته على فكرة ده نجاح لينا. ده نجاح لينا، وده كان اختياري ذا فويس. يعني ده كان اختياري ان انا بيتم يعني التصفية طبعا بعيد عن الكاميرا، مش زي برامج تانية. المهم دخلت. ما هو برضو ده يقلق، واخد بالك انت؟ واخد بالك انت عمر؟ ايوه قولها، لازم هتقول السلبيات. تمام، المهم نخش في الايجابيات برضو. الايجابيات بس حسنا كملناش. يعني دخلت في البرنامج طبعا كل اللجنه كانت كويسه جدا، وطبعا فنانين شطار قوي، وواحد يكون سعيد جدا ان هو يكون مع واحد فيهم، مش شرط شخص بعينه، مع اني كان نفسي اكون طبعا مع الفنان صابر الرباعي لانه حد انا بحبه جدا، وصوته يعني بيهزني دايما، وانا صغير كنت دايما بحب اسمعه. يعني مش عايز اكبره في السن، هو طبعا فنان كبير، ولكن من وانا اصغر يعني دايما اختار الشخص اللي هو ايه، في عرب، في سلاسه، في فهم، في احساس عنده عالي جدا جدا يعني. واختياراته كمان للاغاني تعتبر طربيه، ولكن في النمط الجديد. فحبيته، ولكن ما حصلش نصيب ان انا يتم. انت حبيته واحنا حبيناك. الله بصي يا علي، هنحبك اكتر لو غنيت. يا ريت. تمام. يلا يا علي. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشيلني وودعني من غير ما تسلم، وكفايه قلبي انا مسلم وداني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. دعنيا دموعها دموعها بتتكلم، دعنيا دموعها دموعها بتتكلم. يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. بس معلش يعني تزعلش مني، كنت شايفاك كده عمالي تدي نظرات لندى واحنا قاعدين يعني. لا والنبي اصبري بقى، يعني مش لا يعني. وبعدين ايه وبتغني لها وفي لمعه في العيون؟ في لمعه. لا عشان بس شايفه عيون. احنا اللي عارفين احنا بنبص لعين مفيش عين. لا معلش انا اقدر اقدر ده واحسب. بصي لا معلش الموضوع بقى كبير. وبعدين عايزها تعالى لي يعني رسمي. خلاص اوكي خلاص هستناك في الصالون. طيب بقول لك ايه علاء بقى، تعالى نغير كده المود شويه. ياريت. ونلعب لعبه. هنلعب لعبه اسمها عروستي، اكيد سمعتها او عارف عنها قبل كده. اكيد عارف. بس هي يعني او بدون كلام، بس هي بالصور. طيب. يعني بدون كلام دي انا هقولها، ده مفروض اسم بتهيألي مسلسل. ومش هقول لكم ايه المسلسل ده، انتم المفروض تبقوا عارفينه او لا تعرفوا. لا تطفئ الشمس. هو مش اصلا اسمه حتى لا تطفئ الشمس في الاصل. لا لا تطفئ الشمس. الله ده انا شاطره بقى. الله لا سقفه يا جماعه بس متشكره قوي عليك بجد. لا 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 يا ريت. طب ورينا انت ايه. لا سهله وممكن انا اجاوبها من سهولتها. وريني ايه دي. ذئاب الجبل. الله ذئاب الجبل صح. هو ما لحقش يشوف اصلا. شوف الحاجات دي صراحه.
ذئب الجبل صح ده. يلا يا بس ده يعني ما فيش حاجه. نيلي وشريهان لا خليك سريع اكتر من كده. معلش انا بطيء بغش وراح قايل اوكا وارتيجا وريني كده. لا 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 عيون القلب. عيون القلب صح. انت برافو عليك باينه قوي يا جماعه عيون القلب. ما تقولش سهرانه 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 طول الليل سهرانه. يلا غني بقى عيون القلب غنيها. عيون القلب سهرانة ما بتنامش ولا صحية ولا نايمة ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي وانا رمشي مدى النوم هو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم هو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. الله عشان بحبك كبليده والنبي والنبي إيه ممكن وانت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي اللي ما بتسهرش ليلى يا حبيبي وانت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي اللي ما بتسهرش ليلى يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي وانت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي اللي ما بتسهر شي غلا يا حبيبي. والله عندي برد. والله حظك والله حظك. لا لازم تغني. والله حظك فعلا انا بكح من امبارح. ايه طيب لسه الحلقه مكمله معانا نطلع فاصل سريع ونرجع مع علاء فؤاد استنونا. ايه علاقتك بالغناء الشعبي؟ بحب الغناء الشعبي بس الشعبي بتاعنا بتاع زمان كتير مشلتت. والله مشلتت قفلتك خلاص. لا كل تركيزها منصب في حته واحده. ايه الاغنية اللي ليها ذكريات كده جامدة عندك؟ يا ليلي يا عيني يا ليلي. الله اكبر عليك. ورجعنا مع ضيفنا العزيز المطرب الشاب علاء فؤاد. علاء قولي بقى ايه علاقتك بالغناء الشعبي؟ علاقتي بالغناء الشعبي هو انا بحب الغناء الشعبي بس الشعبي بتاعنا بتاع زمان اللي هو بتاع الفنان محمد عدوية واحمد عدوية عبد المطلب والعزبي وهو ده اللي انا بحبه صراحه. في محمد رشدي طبعا غنى الوان شعبي كتير صراحه مش متذكر قوي. ما احنا لازم نسمع ده اساسي شعبي. خلينا لنا حاجه شعبي قديمه انت بتحبها. يا بنت السلطان حن على الغلبان الميه في ايديكي وعدويه عطشان حسوبك عدوي بيحب اسكندريه. لا 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 ايه انت مش حافظها؟ فكره في ثلاثه اسكندرانيه انا عارف. لا 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 اخطا في ومصر دي بلدي والدول العربيه. محسوبك عدوية بيحب اسكندرية مصر حبيبتي والدول العربية محسوبك عدوية
بيحب اسكندرية وصر حبيبتي ومحسوبك عدوية. اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر. اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر. على كوبري على كوبري عباس ماشية ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليكي يا فروتة وانا محسوبك عدوية تاني حب اسكندرية. انا شعبي جدا بس يعني مش حافظ قوي مش مركز معاه جدا غير التراب وال علاقي عسولة يا قمر ربنا يخليكي يا ابو صوت ما شاء الله عليك الله يخليك. ايه الاغنيه اللي ليها ذكريات كده جامده عندك؟ كنت لسه بقولها يعني قلتها الموال. الموال اشوف جمال قمر. طيب ما تسمعها لنا. ماشي يلا بينا نسمع بعد كده نتكلم عنها. ماشي معلش خد نفسك. اشوف جمال القمر تخطر على بالي ويطول علي السهر والسهد يا حلالي. اهو غمض عينيه عشان ما يبصلكيش. اشوف جمال القمر تخطر على بالي ويطول علي السهر والسهد يا حلالي يا 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 عيني ويطول علي السهر والسهد يا حلالي يصعب علي السهر في البعد يا غالي يا حبيبي صعب علي صعب علي السهر في البعد يا غالي احن لك والهوى ناره بتكويني اقول يا ريت يا ريت يا ريت القدر يسعد معاكم حالي يا ليل يا ليل يا ليل يا 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 ليل يا عيني يا ليل. الله أكبر عليك كتير مشلتت والله كتير مشلتت قفلتك لا كل تركيزها منصب في حته واحده تزعل تاكل تسرح تاكل بس تتصدر تاكل كان داخل دخله رومانسيه ليه تبوظي لولي وحبيبي انا جايباكي البرنامج اشوف لك عريس واخلص لا لا مش الكلام ده طيب طيب قولي اثناء ذا فويس وبعد ذا فويس مين من الفنانين اللي دعموك يعني اثناء ذا فويس وبعد ذا فويس هو يعني انا كنت شايف ان هو فنان واحد صراحه مع العلم ان كلهم كانوا معجبين بصوتي جدا واللي زعل على خروجي كان استاذ كاظم الساهر واستاذ صابر الرباعي وفنانه شيرين طبعا زعلت ان هي يعني انت بالتيم بتاعها يعني ان هي ساءت الاختيار تقريبا او زي ما قالت في الصحافه وكده والفنانه شيرين قالت ان هي ساءت الاختيار لما اختارتك لا لما يعني اختارت الاغنيه مش على الاغنيه لا ان يعني هي يعني ضيعت مواهب كان كلهم اوريدي صوتهم حلو مني انا وده كان كلامها في الصحافه يعني ان هي مثلا تتمنى ان هي تخلي الناس كلها موجودين على الساحه ولكن هي فيها في كسبان وفي خسران فهي قالت ان هي خسرت ناس كتير هي اوريدي ضحت بيهم في العروض المباشره ولكن استاذ عاصي الحلاني كان من يعني من اكتر الناس اللي دعمني بعد البرنامج بجد خرجت من البرنامج استاذ عاصي الحلاني رحب بيا جدا في حفلاته عملت معاه اكتر من 4 أو 5 حفلات في مصر الله اكبر حفلتين كانت شرم الشيخ كانت تقريبا دعم السياحه
في الفتره دي، وحفلات حفلتين في الاوبرا وحفله عاديه كانت في اوتيل من اوتيلات مصر. الاخلاق الحلوه بتاعت الفنان بتبان صراحه، يعني انا بحبه جدا، هو فنان شاطر جدا ودعمني، وحاسس ان انا اتظلمت، حاسس ان انا ما خدتش حقي في البرنامج وما لحقتش اكمل يعني. بجد احلى حاجه نختم بيها فقرتنا وحلقتنا، نورتنا. ربنا يخليك، وانا كمان اتشرفت بيكم ونفسانتكم بجد على بعض، حلو قوي 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 قوي، ومخليه الناس تحبكم جدا. ميرسي علاء، نورتنا. مشاهدينا تصبحوا على الف خير. مسك الختام مع علاء هنوي. تيجي مثلا تقول لك حاجه حلوه بتلعبك تقول لها لطيفه قوي، طب ليه بتقفلها كده؟ فهمني، تقيل قوي، خرب سنينك، عايز بلدوزر يشيلك. لو كلمت عن صاحبتك او خطيبتك، هي مش هتترجم ده بان انت بتشاركها الاكسبيرينس بتاعتك اللي فاتت، مش هتترجمه كده خالص. لو انت دمك مش خفيف عادي، ساعات برضو الراجل لما يكون برنس في نفسه كده وتقيل وبتاع، برضو ده بيستهوي البنات جدا عادي يعني. ما تحاولش بقى تجتهد، وبلاش تبقى افهات 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 ونكت ملهاش اي لازمه. والت ديزني فسخت العقد معاه، يعني ده بالنسبه لنا حاجه سعيده. ده حصل بجد؟ انا كنت بعمل دوبلاج لدونالد داك بالعربي. بطوط. ابا يا خلاص. ايه اجا ايه عادي 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 اجا عشان اجا اجا وبس. مش جميل سعيد جدا النهارده انا كنت معاكم في برنامج نفسنا، واتمنى اكون ضيف خفيف عليكم. بجد برنامج حلو قوي، وانا انبسطت جدا بوجودي معاكم. اتمنى بس ان انا ما كنتش نفسنت على حد في اي كلام قلته النهارده، ويا رب دايما اكون يعني اسعدكم دايما بصوتي وباغانيه الجايه ان شاء الله.